الثامنة مساء بتوقيت القدس الشريف، هذه نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. القوات العراقية تحرر حي المأمون والطيران غرب الموصل وحرب شوارع جنوب المدينة. الجيش السوري يحرر تادف جنوب الباب ويتقدم بمحيط مدينة تدمر. الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التعديل الوزاري الأخير ويقول إن وثيقة قرطاج باتت على المحك. أحد أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا يؤكد رفضه التعديل الدستوري ويعتبره تلاعبا بالمقدسات الوطنية. أهلا بكم. أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية حررت حي المأمون جنوب غرب الموصل وسيطرت عسكريا على حي الطيران بعد اشتباكات عنيفة مع داعش. يأتي ذلك فيما تستمر الاشتباكات وحرب الشوارع في أحياء جنوب الموصل، كما عثرت القوات العراقية على سيارة مفخخة تحوي 1000 لتر من الغازات السامة. تتواصل معارك تحرير الموصل برا وجوا، اشتباكا وتفكيكا لمفخخات وتأمينا لعائلات نازحة، وحركة فاعلة لا تتوقف لمعركة حاسمة ضد تنظيم داعش في المدينة. قوات الشرطة العراقية حررت حي المأمون في جنوب الموصل وفككت سيارة مفخخة مزودة بأسطوانة كبيرة سعتها 1000 لتر تحوي غازا ساما عثر عليها قريبا من مطار الموصل. كما قامت قوات من مغاوير النخبة والفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية بتدمير الحواجز والعوائق التي وضعها داعش في حي الطيران، وتمكنت من التوغل والتمركز ونشرت عناصرها فوق المباني. وأوضحت القوات العراقية أن الدفاعات الأمامية لداعش انهارت في أول أحياء الموصل الجنوبية، كما يتواصل تطهير حي الطيران من جيوب المسلحين التي تحاول عرقلة التقدم باتجاه المباني الحكومية في منطقة الدواسة. قامت هندسة جهاز بقاعات الإرهاب بفتح ممرات آمنة للنازحين وللقطاعات العسكرية، وتمكننا من استيعاب أعداد النازحين الهائلة، وأعداد النزوح تزايد، وأعتقد أنه راح تزايد أكثر لأنه بسبب دخول القطاعات الأمنية إلى حي المأمون والأحياء الأخرى. التقدم العسكري للقوات العراقية يسفر بطبيعة الحال عن حركة نزوح لمئات السكان، وتم إجلاء عائلات نازحة في حي الجوصق وجرى نقلهم إلى مخيمات النازحين المؤقتة. أعلن المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي أحمد الأسدي أعلن انتهاء المرحلة الأولى من الصفحة السادسة لعمليات الحشد في غرب قضاء تل العفر وشرقه. وفي بيان له قال إن المساحة المحررة بلغت 113 كيلومترا مربعا بمجموع 12 قرية. ولفت إلى أن مديرية أمن الحشد حررت 1200 مدنيا من قبضة داعش. رأى عضو ائتلاف دولة القانون العراقي عدنان السراج أن زيارة وزير الخارجية السعودي عادل جبير إلى العراق لم تنهي التوتر بين البلدين، لكنها غيرت التصور تجاه الاستراتيجية السعودية. لا زالت العلاقات متوترة، ليس الزيارة هي حل للمشاكل الطويلة والعريضة والعميقة في مسائل تتعلق بالعلاقات السعودية العراقية وأيضا بالعلاقات العراقية بدول الجوار، وأيضا تداخل المصالح والاستقطابات والمحاور اللي تقودها المملكة العربية السعودية في علاقاتها مع دول المنطقة. العراق بالتأكيد يتأثر بهكذا سياسات، خصوصا علاقات المتميزة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في سوريا بدول العالم. التقاطعات موجودة ولا زالت الأزمة الحقيقية بين السعودية والعراق لن تحل. هذه الزيارة نعم قد غيرت التصور، قد غيرت التفكير السعودي والتفكير العراقي بأن هناك يمكن أن تكون تغيير في الاستراتيجية السعودية في جعل العراق تابع إلى إيران، وهم ينظرون إلى يعني قضاياهم السياسية مع إيران ويحسبون من يتبع إلى إيران ضمن هذه التوابع، لذلك يتعاملون مع العراق تعامل فوقي لا يصل إلى مستوى تعامل مصالح البلدين.
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا إعادة الأمن والاستقرار إلى بلدة تادف في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد طرد تنظيم داعش منها. في ريف حمص أفادت مراسلة الميادين بتحرير الجيش السوري المقالعة ومدرسة السواقة طريق تدمر سد وادي أبيض، وأضافت أن القوات السورية تتقدم في جبال الهيال بمحيط تدمر. وإلى هذا سيطرت القوات السورية ناريا على حقل المهر للنفط والغاز بريف حمص الشرقي بعد شهرين من سيطرة داعش عليه. تتهم قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية أساسها الجيش التركي بمحاولة الهيمنة على الشمال السوري لإنشاء قواعد جوية وعسكرية في مطار منغ العسكري السوري، ما يؤجج التوتر بين الطرفين في ظل اتهامات واشتباكات متبادلة. دفعت قوات سوريا الديمقراطية بتعزيزات عسكرية كبيرة وعمدت إلى تحصين المواقع التي تقع على تماس مباشر مع القوات التركية في الريف الشمالي لحلب. الدخول العسكري التركي إلى الشمال السوري وإنشاء قاعدة عسكرية ضخمة في بلدة كلجبرين شرق مطار منغ العسكري اعتبرتهما القوات الكردية بمثابة إعلان حرب بدأت أولى معالمها بقصف متبادل واشتباك. هن عم بيحاولوا ياخذوا هالمطار المنغ العسكري ليساووا قاعده للطيران الحربي، هي مو بس للريف الشمالي، هي عم بهدد كافه سوريا. مطار منغ شهد منذ اول الاحداث معارك ومواجهات عنيفه بين حاميه المطار التابعه للجيش السوري والجماعات المسلحه بمختلف تسمياتها وتوجهاتها، معارك دامت اكثر من سنتين. قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على المطار بعد انسحاب المسلحين. القاعدة العسكرية التركية التي أقيمت على تخوم المطار الشرقية يراها المقاتلون الكرد خطوة أولى باتجاه السيطرة على المطار وإقامة قاعدة جوية ضخمة تبدأ بفرض المنطقة العازلة في الشمال السوري ولا تنتهي بالسيطرة على حلب. لحشود القوات التركية ببلدة جبرين وبلدة مارع وعزاز لشن هجوم على الريف الشمالي، وسوف نصد لهم اذا صار وقت الهجوم علينا، ونحن ما بنترك منطقتنا. الدخول العسكري التركي إلى مناطق الشمال السوري دفعت القوات الكردية إلى الاستنفار والدفع بالمزيد من التعزيزات إلى خطوط المواجهة مع القوات التركية في ريف حلب الشمالي، وتبدو المواجهة الشاملة بين الطرفين على الأبواب، ولا سيما بعد سيطرة تركيا على مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي وقطعها الطريق أمام تمدد قوات سوريا الديمقراطية لربط المناطق الكردية بعضها ببعض. وإلى جنيف حيث التقى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا مع وفدي منصتي القاهرة وموسكو وسلمهما الورقة التي قدمها للوفد الحكومي ووفد الرياض قبل يومين. ووفق مراسل الميادين فإن دي مستورا سيجري لقاءات في اليومين المقبلين للاستماع إلى الردود على مقترحاته، حيث يفترض ويتسلم غدا رد منصة الرياض. وأضاف أن المبعوث الأممي ضمن ورقته عناوين نقاش تشمل الحكومة ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات على أساس الدستور الجديد. وإلى هذا أشار مصدر في وفد الرياض إلى أن الورقة التي قدمها دي مستورا لا تختلف كثيرا عما قدم خلال محادثات جنيف الماضية. في سياق متصل قال المتحدث باسم وفد منصة الرياض وائل علوان للميادين، قال إن رؤية الوفد للحل تستند إلى وثيقة جنيف الأولى التي تطالب بوقف شامل لإطلاق النار وبتهيئة المناخ لعملية الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات لإنهاء العنف والتصعيد العسكري في البلاد. قرارات الأممية هي قرارات تراكمية، يعني كل منها يبدأ بديباجته بذكر جميع القرارات السابقة فلا يمكن تجاوزها. يجب تنفيذ القرارات الأممية، يجب أن يدخل وقف اطلاق النار حيز التنفيذ الحقيقي والجاد على الأرض، يهيئ المناخ للانتقال السياسي، الانتقال السياسي الذي عبر عنه القرار الأممي في جنيف واحد بالتشكيل هيئة حكم انتقالية. هيئة الحكم الانتقالية هي التي تضع آليات صياغة الدستور ويصاغ الدستور
الدستور ويقام الاستفتاء عليه، ثم يؤدي إلى انتخابات بعد أن تكون هناك عملية الانتقال السياسية تسير مع انهاء العنف. انتقد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف مواقف تركيا التي وصفها بغير المسؤولة تجاه إيران، واصفا ذاكرة مسؤوليها بالضعيفة وناكرة الجميل. وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة إيران الحكومية، رأى أن السياسات التي تنتهجها تركيا والسعودية في المنطقة فشلت، ودعا السعودية إلى تغيير سياساتها الخاطئة في اليمن، مؤكدا أن تهجم الرياض على طهران وعدم إصغاء مسؤوليها للنصائح الإيرانية أوقعاها في مستنقع حرب اليمن. أزاحت دائرة التصنيع العسكري في وزارة الدفاع اليمنية استتارة عن 4 طائرات من دون طيار جرى اختبارها ميدانيا. أكدت الوزارة في بيان أن 1 الطائرات هي من طراز قاسف 1 الهجومية، بالإضافة إلى 3 طائرات استطلاعية هي راصد ورقيب وهدهد. وأضافت أن الطائرات 4 تشكل باكورة لبرنامج وطني حديث الإنشاء باتت تمتلكه الدائرة لأول مرة في تاريخها، كاشفة أنها تعمل على تطوير برنامج طائرات بدون طيار ليغطي المسارات الأبعد مدى. فاصل قصير ونعود لاستكمال 8، ابقوا معنا. من جديد أهلا بكم. أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه التام للتعديل الوزاري الأخير، مطالبا الحكومة بضرورة مراجعة التعيين على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. تقرير لبلال مبروك. تعديل وزاري جزئي ومفاجئ قد يعيد خلط أوراق التفاهمات السياسية منذ تأليف حكومة الوحدة الوطنية. إقالة وزير الوظيفة العمومية بيدلبريكي المحسوب على اتحاد الشغل وتعويضه بشخصية تابعة لمنظمة الأعراف، خطوة رأى فيها الاتحاد استفزازا لمنظمة الشغيلة وتحديا واضحا للموظفين العموميين. الاتحاد يعلن أن شرعية وثيقة قرطاج أضحت على المحك، مطالبا الحكومة بمراجعة التعديل قبل فوات الأوان. نحمل الحكومة والفريق الحاكم مسؤوليتهم في تبعات ما يسرجر على ذلك، من أولا العلاقة بوثيقة قرطاج، ثانيا العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، وثالثا الوضع الاجتماعي الذي هو على كف عفريت في البلاد، وهناك من يريد أن يشعل فتيل الفتنة والفوضى في تونس. التعديل الأخير ضرب بمطالب النقابيين بضرورة استبعاد وزير التربية عرض الحائط. البعض يرى أن المواجهة بدأت بين منظمة الشغيلة والحكومة، وقد تصل الأزمة إلى ذروتها إذا ما تواصل تمسك كل طرف بموقفه. من الواضح تماما أن السيد يوسف شاهد رئيس الحكومة حين اتخذ هذا القرار يعني واعا تماما أنه يدخل في مواجهة مع اتحاد الشغل، ومواجهة لا مرد عنها، يعني لا مجال هنا للتراجع عن هذا القرار أو لإصلاحه أو لتلافيه. من الواضح تماما أنه الدخول في مواجهة الآن مع اتحاد الشغل هو هجمة انتحارية في إطار معركة كسر عظام. حزب نداء والنهضة سيجتمعان بدورهما لتحديد المواقف من التعديل الوزاري الأخير، والمشاورات حتما ستتواصل في المقبل من الأيام لإيجاد صيغة توافقية تحول دون انفراط عقد حكومة الوحدة الوطنية. يرى مراقبون أن الملفات العالقة بين الاتحاد والحكومة كانت مرحلة إلى حين. جاء التعديل الوزاري ليقبل معه فصل جديد من المناكفات بين الطرفين، ظاهرها اجتماعي باطنها سياسي بالأساس. بلال مبروك، تونس، الميادين. لتسليط الضوء أكثر على هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التونسية مساعد رئيس تحرير جريدة المغرب حسان العيادي. أهلا بك أستاذ العيادي. هل التحوير الوزاري الجديد
خاضع فعلا لصفقات سياسية؟ التحوير الوزاري الجديد هو نوع من استجابة للضغط تعرضت له حكومة يوسف الشاهد، فأرادت أن ترسل برسائل متعددة لأكثر من طرف، للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى صندوق النقد الدولي وإلى الوزراء في حكومتها. من يريد أن يستقيل فليستقل بصمت. الاتحاد لسنا في معركة، نحن حكومة نقرر وأنت نقابة وشريك في الحكم، لكن لا يمكن لك فرض أو تعيين أو إقالة أي وزير تعينه الحكومة ويصادق عليه المجلس. رسالتها إلى صندوق النقد الدولي أن الحكومة جادة في إصلاحاتها حتى وإن اضطرت إلى أن تكون وحيدة في مواجهة الجميع. هذه الرسالة التي وجهها التحوير الوزاري الذي كان يوم السبت وبصفة مفاجئة جدا، لم يكن يتوقع أن يكون بذلك الشكل أو بتلك الأسماء التي وردت. طيب إذن على أي أساس يعود الاتحاد العام التونسي للشغل بأن هذا التحوير الجديد هو إسقاط الاتفاق قرطاج، هو تنصل من الالتزامات الحكومية، هو لا يراعي احتياجات البلد، هو لا يعتمد على ولا يستجيب لواقع البطالة والعطالة والعجز وكل ما تحتاجه تونس حاليا؟ الاتحاد استند في ذلك على التعيين الأخير لخليل الغرياني، وهو قيادي في منظمة الأعراف، المنظمة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، رجل أعمال عين مكانا عوضا، هو رجل أعمال عين عوضا عن العبيد البريكي في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، وهو وزارة اليوم تمسك بملفات إصلاحية كبرى، إصلاح الوظيفة العمومية يتعلق بالقانون الجديد وتسريح عدد من العمال طواعية وعن طريق الجبر، هناك إصلاح صناديق الضمان الاجتماعي، الصناديق الاجتماعية الخاص والعمومي، هناك جملة من الإصلاحات في الوظيفة العمومية وإصلاحات عمومية كبرى كان العبيد البريكي هو مهندسها وكان يشرف عليها. اليوم بموقف العبيد البريكي الذي عبر بطريقة أو بأخرى بطريقة غير مباشرة على أن العلاقة ما بين الاتحاد والحكومة بلغت مرحلة تأزم، اختار فيها وهو النقابي أن لا يكون في صف إلا صف الاتحاد، فلوح بالاستقالة فتمت إقالته، وعوذ بشخصية ليبرالية رجل أعمال حتى وإن كانت الأوساط النقابية تعلمه جيدا باعتباره كان ماسكا بملف التفاوض معها في القطاع الخاص ولها نوعا من العلاقات الجيدة به، لكن في السياسة العلاقات الشخصية تلغى أمام التوازنات واعتبارات سياسية كبرى. لكن سيد حسان العياد، يعني ما نفهمه منك بأنك تعتبر إلى حد ما بأنه هذا التحوير لا يخضع فعليا للصفقات السياسية، إنما هو بالعكس تماما هو محاولة من الحكومة لأن تقف وتضع القرارات ولو حتى اضطرت إلى خوض الطريق لوحدها كما قلت سابقا. لكن تعيين رجل أعمال الآن في وزارة، ألا يشكل بحد ذاته خطوة استفزازية للاتحاد العام التونسي للشغل؟ هو يمثل في عملية قراءته يمثل خطوة استفزازية للاتحاد العام التونسي للشغل، استفزت الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرها تصعيدا وأعلن حرب، وهذا ما عبرت عنه التصريحات الأولية لكل قادة الاتحاد من رؤوس الصفوف وتوحد وأنها المعركة وغيره من تلك العبارات التي تدخل في معجم الحرب. موقف الاتحاد ليس من خليل باعتباره ورجل أعمال أو يمثل منظمة الأعراف، هو الموقف من رفض الحكومة الذي كان واضحا وصريحا لمطلبه الأساسي وهو إقالة وزير التربية ناجي جلول، وعوض عن ذلك تم إقالة مقرب منه. المسألة هي لو أن الحكومة لوضع الإستار في سياقه، المكتب الجديد للاتحاد العام التونسي للشغل مكتب يعتبر أنه خلف مكتبا كبيرا، والأمين العام الجديد خلف أمين عام سابق كانت له شخصية وإشعاع وطني، فيريد أن يكسب هذا الإشعاع فاختار معركة وهي معركة إقالة الوزير، لكن هذه المعركة تطورت تدريجيا لأن تصبح حرب شبه حرب ما بين الحكومة والاتحاد، تطورت يوم السبت بالتحوير الوزاري وستتطور في الأيام اللاحقة باعتبار يعني أن في هذه النقطة ترى بأن المشهد سيتجه إلى مواجهة حقيقية وإلى مزيد من التصعيد، إن كان كذلك ماذا سينتج عنه؟ هناك توجه إلى التصعيد، هناك مؤشرات عن التصعيد، ولكن للمعلومة بالشيء أنه كلا الطرفين سيكونان خاسران في هذه الحرب، الحكومة ستخسر والاتحاد سيخسر، لذلك هناك نوع من السماح بطرف ثالث أو وسطاء للتدخل ونزع الفتيل الأزمة ما بينهما، قد تصل إلى عدم المصادقة على الرئاسة الجمهورية باعتبار أنه الاتحاد يعتبر أن رئيس الجمهورية هو المحكم بينه وبين الحكومة، حركة النهضة وشيخها راشد الغنوشي، حركة نداء تونس ومديرها التنفيذي حافظ قادر السبسي،
الحركتين الأغلبيتين في الحكومة اليوم الآن في هذه اللحظات تجلسان معا لتنسقا في توحيد موقف بينهما مشترك. في مقر الحركة التحق حافظ قائد السبسي ووفد عن نداء تونس للتشاور حول ما هو الموقف الذي سيعلنه كلاهما فيما يتعلق بالتحوير الوزاري، مع العلم أن كلا الحركتين تعلنان أن هذا التحوير الوزاري حق للحكومة وأنه لا تجاوز في الدستور. الحكومة عينت وتبقى برأيك هل سيكون الحل ضمن إطار تراجع الحكومة عن تعيينات أو عن خطوات معينة؟ الحكومة وأطراف من الحكومة، هناك وزراء يقول أنه أصبح من شبه المستحيل أن تتراجع الحكومة مباشرة، أي أن الحكومة لا يمكنها سحب هذا التعيين. هناك إمكانية وحيدة تتمثل في أن المجلس، مجلس نواب الشعب، لا يصادق على تعيين الوزير خليل الغرياني لتجنب أزمة سياسية، ولكن هذا مرتبط بما ستفضي إليه المشاورات ما بين الاتحاد العام لتوصل الشغل والحكومة، وهناك لقاء غدا ما بين الأمين العام ورئيس الحكومة، ولقاء كذلك ما بين الأمين العام ورئيس الجمهورية وهذه الأحزاب. المشاورات إلى أين ستذهب؟ وهذا ما سيحدد الأيام القادمة. إذن سننتظر الأيام القادمة لنستشرف أكثر ونفهم هذا المشهد أكثر، كيف إلى أي حد يمكن أن يصل وكيف سيتجه أيضا. أشكرك كل الشكر حسان العيادي مساعد رئيس تحرير جريدة المغرب، كنت معنا مباشرة من العاصمة التونسية. أعلن المغرب أنه سيسحب جنوده من منطقة الجرجرات على الحدود مع موريتانيا بشكل أحادي احتراما لطلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. يأتي ذلك غداة الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل المغربي الملك محمد السادس مع غوتيريش. الخارجية المغربية أعربت عن أملها بأن يتدخل الأمين العام للأمم المتحدة للتمكن من العودة إلى الوضعية السابقة في المنطقة. في سياق موازن، هنأ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بمناسبة ذكرى تأسيس ما يعرف بالجمهورية الصحراوية. بوتفليقة أكد مواصلة سعي الجزائر من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من تقرير مصيره وفق ما جاء في برقية التهنئة. أعلن حزب تكتل القوى الديمقراطية أحد أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا وحزب التناوب الديمقراطي رفضهما القاطع للتلاعب بالدستور والعبث بالمقدسات والرموز الوطنية. الحزبان أوضحا في بيان أن تغيير الدستور خيانة عظمى تحتم أن يخضع مرتكبوها للمساءلة. ودعا الحزبان الشعب الموريتاني وقواه الحية إلى رص الصفوف من أجل التصدي للتعديلات. واعتبر الحزبان أن تغيير العلم والنشيد الوطنيين واستحداث مجالس جهوية في هذا الظرف غير مبرر على الإطلاق. إذن حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من نواكشوط مراسل ميادين أبي زيدان. إذن أبي زيدان، نريد أن نفهم أكثر هذه المشهدية، هذه الاعتراضات، لماذا تعتبر هذه الأحزاب بأن كل ما يجري نوع من الخيانة العظمى هكذا تسميه؟ هو موقف الحزبان جاء متأخرا، سبقه لهذا الموقف بقية الأحزاب، أحزاب المنتدى المعارضة، الأحزاب المعارضة التقليدية وبعض الرؤساء السابقين للبلد. وبشكل عام هو موقف المجموعة السياسية التي قاطعت الحوار الذي نظمته الحكومة الموريتانية على مدى فترات متباعدة قبل سنتين وقبل أشهر من الآن، حوارين سياسيين على الأقل أطلقتهم الحكومة. هذه الأحزاب التي تقاطع هذا الحوار وتقاطع حتى قطعت الانتخابات الماضية تذهب لهذا الموقف على أن تغيير الدستور في فترة لا تشهد إجماعا سياسيا ولا يتفق حوله جميع الأحزاب السياسية والطيب السياسي بشكل عام هو خيانة بحسب تعبيرها ولعب بتنفيذ أجندة خاصة بالنسبة لهم هو موقف سياسي هكذا. بالنسبة للحكومة والأحزاب الداعمة لها وحتى أحزاب المعارضة التي تركت الحوار تعتبر أن الأمر حاضر وأنها دعت للحوار التغيير الدستور في غرض سياسي. يضرب هذا التغيير حسب قولهم بأنه حسب مبررات الحكومة أن هذه التغييرات ضرورية في هذه الفترة، ولكنهم يقولون نحن مجددا يدنا لجميع الطيف السياسي، هم رفضوا المشاركة في العملية السياسية وبالتالي لن يعد لهم موقفهم لهم نحن ماضون في عملية التغيير في اتباع
باعتبار انه مطلب جماهيري او مطلب شعبي كما تقول الحكومه. نعم اشكرك كل الشكر مراسل ميادين ابي زيدان، كنت معنا مباشره من نواكشوط. إذن هذه النشرة انتهت مشاهدينا، ولم يبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها. القوات العراقية تحرر حي المأمون والطيران غرب الموصل وحرب الشوارع جنوب المدينة. الجيش السوري يحرر تادف جنوب الباب ويتقدم بمحيط مدينة تدمر. الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض التعديل الوزاري الأخير ويقول إن وثيقة قرطاج باتت على المحك. أحد أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا يؤكد رفضه التعديل الدستوري ويعتبره تلاعبا بالمقدسات الوطنية. ولتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة، دمتم سالمين.